لعبة Apex Legends تعدت 50 مليون لاعب أمس، رقم رهيب. تقريبا صارت من أكبر ألعاب الفيديو بالتاريخ، شيء جدا جدا رهيب. فبهالمناسبة رح أسوي لكم حاليا فيديو أرتب فيه جميع أسلحة Apex Legends بدون استثناء من الأسوأ إلى الأفضل. فيلا خلينا نبدأ الفيديو. قبل ابدا الفيديو بس حاب اذكر انه في جيف اوي شهري على القناه، السحب بالتاريخ اللي شايفينه قدامكم حاليا على سماعه استرو A40. كل عليك تسويه لتشترك، ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك بالقناه وفعل زر التنبيهات، واترك اي تعليق مع حسابك على الانستغرام او تويتر عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معاك. بس اتمنى تحطوا تعليق له علاقه بالفيديو مو بس الحساب وخلاص، يعني مثلا اكتب اقوى سلاح بالنسبه لك او ترتيبك الخاص بالاسلحه باللعبه. بس اذا ما ودك خلاص بس اكتب حسابك على الانستغرام او تويتر وخلاص راح تكون دخل بالجيف اواي. فيلا خلينا نبدا الفيديو. بالمرتبه 20 واللي يفوز بجداره برتبه أسوأ سلاح بعالم العاب الفيديو مو بس بلعبه Apex Legends عن سلاح الموزمبيق. سلاح جدا زبالة ما انصحكم تلعبوا فيه. لو بداية الجيم لقيتوا الموزمبيق وقدامكم ناس روحوا عليهم بالبوكسات افضل، بالنايف افضل من انكم تستعملوا السلاح. سلاح بطيء جدا، الدمج تبعه جدا تعبان، الهيت بوكس يعني المكان اللي لازم تقيم عليه لتصيب الشخص الثاني جدا صغير، وفي ثلاث طلقات بس. ففعليا سلاح جدا تعبان ويستاهل يكون أسوأ سلاح عنا يا بلعبة Apex Legends. بالمرتبة 19 سلاح صراحة ما هو أحسن من موزمبيق بشيء، اللي هو البي 2020. ممكن الشيء الوحيد اللي أحسن على الموزمبيق فيه بشوي إنه الآمو تبعه أكتر، يعني في مجال نوعا ما لو واحد مدمج بشكل من الأشكال إنك تذبحه. سلاح الدمج تبعه 12، متخيلين شو يعني الدمج 12 على البودي شوت؟ هيد شوت 25، يعني لو واحد قدامك عنده شيلد فل اللي هو الشيلد البنفسجي وهيلث فل يبي لك تقريبا 18 طلقة عليه، 18 طلقة عليه. السلاح فيه 6 طلقات كل شو ريلود، فتبي تجيب عليه 3 4 خزانات تقريبا لحديت ما يموت هذا الشخص. لو كنا عم نفترض انه كل طلقة تخيطها جت على العدو، فسلاح جدا تعبان. وكمان من الأسلحة اللي أنصح إنك تلعب لو بداية الجيم العب بالبوكسات، النايف يعطيك 30 أفضل منك تلعب فيه. فأي بي 2020 بالمرتبة 19 بلعبة Apex Legends. بالمرتبة 18 عن الألترنيتر. الألترنيتر يعتبر سلاح كمان جدا سيء بس أفضل بمراحل من الموزمبيق والبي 2020. سلاح ما في داعي تستعمله إلا بداية الجيم لو ما لقيت غيره قدامك، فيعني نوعا ما ممكن يساعدك لتجيب أول ذبحة، غير هيك لا تستعمله أبدا. لو شو ما لقيت من أي أسلحة باللعبة غير الموزمبيق والبي 2020 بدله، خده بدال الألترنيتر. وعدة أسباب تخليه ضعيف، أول شيء الدمج تبعه تعبان، الريكويل تبعه ما هو ثابت ابدا. بس مثلكم يعني لبدايه اللعبه لو ما لقيت غيره تذبح اول واحد راح يساعدك نوعا ما. المرتبه 17 عندنا ري 45 او الار اي 45. سلاح فينك تضيفه لفئه الثلاث اسلحه اللي وجدتكم اياها من شوي، ما يعتبر من الاسلحه القويه، من الاسلحه اللي يستعمل اللايت امو بس يعني نوعا ما افضل منهم. الايم الريكويل تبعه نوعا ما كويس، الدمج اللي فيه اعلى، يعني صراحه ما اشوفه يعني انه يستحق يكون مع فئة الاسلحة التعبانة. يعني فينا نقول اول ثلاث اسلحة الاسلحة اللي لا تلعب فيهم، بعدين الار اي 45 من الاسلحة يلي ماشي حالة يمشي الحال نوعا ما على بال ما نلاقي سلاح افضل منه. فاي الار اي 45 يستاهل يكون بالمرتبة 17. بالمرتبة 16 عندنا سلاح البرولر. هون رحنا من قسم الاسلحة التعبانة لقسم الأسلحة اللي نوعا ما كويسة بس في أفضل منها. البرولر يعتبر سلاح كويس، سلاح يمشي حال، سلاح يستعمل هيفي آمو. مشكلته الوحيدة إن السلاح بدون أتاتشمنت اللي يخليه فول أوتو يعتبر ما هو كويس مرة. لو حتطلع أتاتشمنت الفول أوتو راح يصير من أقوى 10 أسلحة باللعبة، بس مو دائما راح تلاقي الأتاتشمنت. ما راح نقيم الأسلحة هون على حسب الأتاتشمنت تبعها، التقييم بهالفيديو على الأسلحة مثل ما هي. فأي البرولر نوعا ما كويس، يقتل يسوي لك شغل، بس في كتير أسلحة أفضل منه، ومع التاتشمنت الفول أوتو راح يصير سلاح جدا جدا رهيب. المرتبة 15 عندنا سلاح الجديد، سلاح الهافوك. سلاح الدمج اللي فيه كويس، الدمج اللي فيه جدا معقول للبادي شوت والهيد شوت، يعني دمج السلاح يعتبر من الأسلحة القوية. بس ليش ما حطيته بمرتبة أعلى؟ لسببين. أول شيء السلاح يبيله وقت ليشحن،
فلبين تلاقي واحد قدامك وتطخ في ثانية ثانية ونص لبين يشحن ويبدأ يطخ مو مثل باقي الأسلحة. هذا أول سبب. ثاني سبب فاير ريت سلاح واطي إنه سرعة الطلقات ما هي نفس الأسلحة الرشاش العادية. وثالث شيء سلاح يحتاج إنرجي آمو اللي يعتبر من أندر أنواع الآمو الموجودة باللعبة. فأي سلاح كويس بس في عدة أسلحة أفضل منه. المرتبة 14 عندنا سلاح الفلات لاين. سلاح أسالت رايفل يستعمل هيفي آمو. صراحة ما في كتير أتكلم عن السلاح. سلاح يعتبر متوسط دمجه كويس بس في أسلحة كتير أفضل منه. في الفلات لاين سلاح ممشي الحال كويس بس ما يعتبر سلاح الخرافي اللي لازم كل جيم يكون معك. المرتبة 13 عندنا سلاح التروبل تيك. هل السنايبر اللي يستعمل انرجي آمو يعتبر من الأسلحة الكويسة، من السنايبرات اللي دمجها كويس وما يعاني من مشكلة الآمو. يستعمل انرجي آمو بس سنايبر ما راح يستعمل الآمو بنفس الهافوك أو نفس الديفوشن. فيعني شو ما تلاقي له خزان خزانين يعتبر كويس. بس ليش ما هو مرتبة أعلى؟ بسبب واحد، لأنه سنايبر صراحة أيباكس ليجند تعتبر من أصعب الألعاب للسنايبر. اللعبة فيها موفمنت طريقة جدا سريعة مع السلايد مع كل شيء. فالسنايبر بهاللعبة ما راح يكون شيء جدا خرافي نفس خلنا نقول فورتنايت أو نفس ببجي أو البلاك أوت. هذيك الألعاب السنايبر فيهم أفضل بكتير من لعبة نفس أيباكس ليجندز. فمشان هيك بيستاهل يكون بالمرتبة 13. المرتبة 12 عندنا سلاح اللونج بو. كمان سنايبر يعتبر من الأسلحة اللي دمجها خرافي. الايم اللي فيه يعتبر أفضل من السنايبر اللي قبله التروبل تيك. يعني فينك تستعمله نوعا ما كأسلت رايفل نص سنايبر هيك شيء. فاي يعتبر سلاح كويس دمجه خرافي بس في أسلحة أفضل منه. وتقلكم سالفة السنايبرات إنه هاللعبة ما هي جدا كويسة للسنايبرات فيستاهل يكون عنايا بالمرتبة 12. بالمرتبة 11 عندنا يعتبر آخر سنايبر بهالقائمة، أو ما يعتبر سنايبر، الجي 7 سكاوت. هذا يعني الأسلحة اللي فينك تقول عنها سنايبر بس كمان يسوي لك شغل جدا رهيب للميديوم والكلوز رينج. سلاح طلقة طلقة مثل ما شايفين. صراحة أشوفه أفضل من كل أنواع السنايبرات أو الأسلحة طلقة طلقة موجودة باللعبة. الفاير ريت اللي فيه عالي أسرع من غيره. يستعمل لايت أمو اللي هو أكثر نوع أمو موجود، والدمج اللي فيه ما يفرق بشكل جدا كبير عن الأسلحة أو السنايبرات اللي ذكرتها قبله. فالجي 7 سكاوت يعتبر سلاح راح أخليه معي لو أبي سلاح ميديوم للونج رينج، دائما راح أخليه موجود معي، زائد سلاح تاني يكون معي للكلوز رينج. فإيه يعتبر سلاح جدا جدا رهيب. أوكي دخلنا بالتوب 10. القائمة هلا راح تكون كلها أسلحة رهيبة. رقم 10 عندنا سلاح الهوملوك. سلاح السالت رايفل يطخ تقريبا 3 ولا 5 طلقات. سلاح جدا جدا ثابت، الدمج اللي تبعه جدا معقول، وكمان الشيء المفاجئ فيه انه يسوي شغل جدا رهيب بالميديوم والكلوز رينج. يعني مو شرط من منطقة بعيدة، مع انه بيرست رايفل يعني ما هو فول اوتو ما يطخ كرشاش طبيعي، بس صدقني لما تكون بكلوز رينج يعني قاعد تقاتل مع ناس بمنطقة ضيقة راح يسوي لك شغل جدا جدا رهيب. سلاح رهيب، سلاح ثابت، في يستاهل يكون من اقوى 10 اسلحة بلعبة ايباكس ليجند. بالمرتبة التاسعة عندنا من الاسلحة المظلومة اللي ناس يفكروها تعبانة بس سلاح يعتبر رهيب، اللي هو شوتجان الايفا 8. شوتجان رهيب، كويس للناس اللي ما يحبوا الشوتجانات طلقة طلقة. الدمج اللي فيه يعتبر جدا كويس وراح تسوي فيه شغل حتى بالليت جيم، حتى لو كنت متأخر باللعب وموصل لاخر سكواد سكوادين راح يسوي لك شغل جدا جدا رهيب، بالذات لو حاط عليه الاتاتشمنت الصحيحين. اظن الناس ظالمينه لهالسلاح لانه هو يعني معنا باللعبة الا الشوتجانين، والشوتجان الثاني البيس كيبر يعتبر من اقوى الاسلحة باللعبة. فمشان هيك نوعا ما الناس ظلمانين هالسلاح، مجرد ما يشوفوا انه مجرد ما يلاقوا الايفا 8 يقولوا يا الله نبي الشوتجان الثاني، ما نبي هالشوتجان التعبان، مع انه لا شوتجان رهيب بس الشوتجان الثاني اللي هو البيس كيبر افضل منه بمراحل، بس هذا الشيء ما يدل انه سلاح تعبان. فهي الايفا 8 عنا يا بالمرتبة التاسعة. بالمرتبة الثامنة عنا الار 99 سب ماشين جن. يعتبر جدا رهيب، افضل من كتير سب ماشين شفناها قبل. يستعمل لايت امو فالامو تبعه جدا متوفر، بس موجود بهالمرتبة لانه في سلاح جدا مشابه اله اللي هو ار 301 ويسوي شغل افضل منه بكتير. بس مثل قلتلكم نفس سالفة الايفا 8 مع البيس كيبر، سلاح رهيب بس في سلاح جدا مشابه اله بالشكل بالمفعول واقوى منه بمراحل. فمشان هيك الار 99 عنا يا بالمرتبة الثامنة.
بالمرتبة السابعة عنا سلاح الديفوشن. الديفوشن يعتبر من أفضل أسلحة بالنسبة إلي، سلاح جدا جدا رهيب. الفاير ريت اللي فيه شيء جدا رهيب، سلاح ثابت، الدمج تبعه خرافي. بس شو مشاكله الوحيدة اللي مخلته مثلا من أقوى 3 أو 4 أسلحة؟ هي أول شيء إنه يستعمل إنرجي آمو، وبالنسبة لسلاح يصرف آمو بهالشكل ف مشكلة صراحة، جدا مشكلة. الانرجي امو جدا نادر، والسلاح يبلع امو بطريقة مو معقولة. فهذا اول سبب. تاني سبب انه السلاح في نفس مشكلة الشحن بسلاح الهافوك، انه بداية الشيء يشحن شوي بعدين يرش، فلو اي واحد طلع بوجهك جدا صعب انك تقتله. كويس للميديوم واللونج رينج الا لو حطيت عليه الاتاتشمنت الذهبي اللي راح يخليه خرافي. بس مثل ما قلت لكم بهاللستة ما راح احط لكم الترتيب مع الاتاتشمنت، راح احط لكم الترتيب على الاسلحه مثل ما هي. بالمرتبة السادسة عنا سلاح يخلي الناس يعملوا ديسلايك للفيديو ويسبوني ويحكوني انت ما تفهم شيء باللعبة، اللي هو سلاح او سنايبر الذهبي الكريبر. اعلى دمج باللعبة، اعلى دمج في اللعبة، والناس اللي حيعملوا ديسلايك ويحكوني ما افهم شيء يقولوا هذا لازم يكون رقم الاول اقوى سلاح باللعبة. اوكي سلاح رهيب ما في اي نقاش عليه، اعلى دمج باللعبة، على البادي 125، على الهيت شوت فوق ال 200. يعني لو اللي ضدك عنده هلمت ذهبي مع شز ذهبي مع كل شيء ذهبي، بطلقة هيت شوت راح تقتله، ما في اي شيء يحميه من دمج السلاح الرهيب. بس السلاح سنايبر، ومثل تركم على السنايبرات بهاللعبة. يعني صراحة بالنسبة الي لاني العب على الكونسول على البلاي ستيشن، لو لقيت هالسلاح بنهاية الجيم ومعي البيس كيبر راح اسحب عليه واخذ البيس كيبر او اي سلاح تاني. لو كنت العب على البي سي الوضع يختلف مع ماوس والكيبورد والايم، هنيك اظن هذا السلاح راح يكون بمرتبة اعلى من هيك، بس لانه سنايبر وكمان بطيء نوعا ما راح يكون عنا بالمرتبة السادسة. بس قلت لكم اعلى دمج باللعبة، ميديوم لونج رينج شيء جدا جدا رهيب لو ايمك كويس او لو تلعب على الماوس والكيبورد. المرتبة الخامسة دخلنا بأقوى 5 أسلحة بلعبة Apex Legend، عنا السب ماشين R301 أو R301. سلاح يعتبر الريكول فيه أو الايم جدا جدا رهيب، الفاير ريت اللي فيه جدا خرافي، يستعمل لايت امو اللي هو أكثر أنواع الامو الموجودة باللعبة، الدي بي اس بالسلاح جدا عالي، شغل هجوم، شغل انه سلاح ثابت، الامو متوفر. سلاح صراحة ما اشوف انه اي سبب يخليه سلاح سيء، غير انه الاسلحة اللي بعده نوعا ما بالنسبة الي افضل منه، بس غير هيك سلاح جدا جدا رهيب R301. بالمرتبة الرابعة السلاح اللي الكوميونيتي عم يطالبوا شركة انه يضعفوه، الوينجز مان. الوينج مان يعتبر من اقوى المسدسات بهاللعبة، الدمج اللي فيه على البادي شوت 45، على الهيد شوت 90، مع اتاتشمنت معينة الدمج فوق المية راح يصير على الهيد شوت. سلاح طخة طخة للميديوم كلوز رينج، جدا سهل استعماله، خفيف، مو نفس اسلحة السنايبر او السكوت اللي شفناها قبل اللي تكون نوعا ما بطيئة. هذا السلاح لا، الفاير ريت اللي فيه جدا عالي، جدا سريع، الايم اللي فيه سهل، ودمجه جدا جدا رهيب بالذات على البي سي. مثل تدركم هم الأسلحة اللي تحتاج ايم، اللي تحتاج ماوس كيبورد، على الكونسول يعتبر كمان خرافي، بس على البي سي الناس قاعدين يشلعوا فيه. مشان هيك عدد جدا كبير بالذات من لاعبين البي سي عم يطالبوا الشركة انهم يضعفوا السلاح، لانه من جد يعني اللاعبين البي سي ابدعوا فيه بطريقة مو معقولة. فالوينج مان يسهل يكون من اقوى 4 اسلحة بايباكس ليجندز. بالمرتبة الثالثة عنا شوتجن البيس كيبر. صراحة ما في داعي اني اضوع وقت واشرح لكم ليش رهيب، يعطيك 100 دمج على البادي شوت، 165 على الهيد شوت. سلاح ما هو صعب انك تلاقيه، موجود دائما، سهل استعماله، والفاير ريت اللي فيه يعتبر كويس، فسلاح رهيب صراحة بيس كيبر، يستاهل يكون من اقوى 3 اسلحة موجودة عنا باللعبة. بالمرتبة الثانية عنا اقوى سلاح بالنسبة الي باللعبة واللي مستحيل ابدله ولازم يكون معاي في كل جيم، السبيت فاير. هذا السلاح فتاك، سلاح فتاك، سلاح ثابت بطريقة مو معقولة، الدمج اللي فيه جدا رهيب، ويعتبر من اعلى المجازين الموجود في اللعبة. هذا السلاح عطيه لاي واحد بادي اللعبة من جديد لسه ما يعرف شيء من باللعبة، وراح يجيب لك قتلات وراح ابدع فيه. مثل تلكم الدمج اللي فيه اللي هو 20 على البادي شوت، والهيد شوت اعلى بشوي، فالعشرين يعتبر نفس لاي اسالت رايفل، بس الفرق انه ثابت بطريقة مو معقولة، الفاير ريت اللي فيه خرافي، ويستعمل هيفي امو اللي هو امو جدا موجود ما هو نادر أبدا.
ابدا، وفي مع التاشمنت معين يوصل لك يا ل 60 المجازين او 55 تقريبا ما ادري كم بالضبط، ليعتبر شيء واو شيء واو. يعني عادي لو تدخل على ثلاثة لحالك بسكواد وكنت بمكان كويس تشيلهم لثلاثة، تقتل الثلاثة بدون ما تعمل ريلود بخزان واحد. سبيت فاير يعتبر فعليا سلاح فتاك. بالمرتبة الأولى هذا السلاح اللي لازم يكون معك لو شو ما كان عندك سلاح مطورة، لو لقيت السلاح قدامك اتركه وخذ السلاح اللي هو شوتجان الذهبي الماستف. سلاح الرهيب شوتجان جدا خرافي، الدمج على البادي 140 على الهيت شوت فوق ال 200. يعني لو داخل على سكواد لحالك السلاح في 4 طلقات بدون ريلود طخة 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 على الهيد شوت. ان شاء الله لو كان عندهم اقوى الدروع، الدرع الذهبي، الهلمت الذهبي، كل شيء ذهبي، فل هيلث فل شيلد، راح تذبحهم بطلقة بالهيد شوت وشوتجن. يعني معناته انه استعماله جدا جدا سهل، ما هو نفس الاسلحة الثانية. فالماسف فعليا يعتبر اقوى سلاح موجود عندنا بلعبة ايباكس ليجند. بيه شباب هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى بنهايه الفيديو لا تنسوا تشاركونا بالتعليقات على افضل اسلحه بالنسبه لكم او افضل سلاح بالنسبه لك، وتدعموا الفيديو بزر اللايك وتشتركوا بالقناه. وبس كان معكم مشاركيه وشركه كيش كم فيديوهات تاني ان شاء الله. مع السلامه.